الحكومة تسجل بالفعل بأن هناك ارتفاع لحالات ديال الإصابة بالكورونا، وتحولنا من وضع مريح إلى وضع، يعني خرجنا من المريح، قربنا من واحد الوضع فوق المريح، باش ما نقول شي حاجة واحدة أخرى. ندعو المواطنين مرة أخرى وندعو الجميع إلى اعتماد الكمامة واعتماد كل الإجراءات التي سبق أن تم التذكير بها في عدة محطات. سوف نتابع هذا الموضوع، طبعا نعرف الظرفية الآن هي ظرفية ديال الصيف ديال العودة ديال مجموعة المغاربة العالم، لكن نتمنى أن لا تكون الحكومة في وضع يفرض عليها أنها تأخذ شي إجراء اللي ما يكونش ما كيعجبش الحكومة بعد رأسها عاد يعجبها ما يعجبش المواطنين.